السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميلة اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في العالم. زي ما احنا شايفين يا جماعة، دي نتاية مش بتاعتنا من بره، وده فزاع فزاع طبعا، الكلب الروت تويلر بتاعنا. تمام، فاكرين في مرة من المرات عرضت لكم جراوي روت وقلت لكم الجراوي دي ولاد فزاع كانوا على النتاية دي، دي امه، كانت امهم يا جماعة، اهي دي كانت امهم. تمام، دي كانت امه اهي. طبعا النتايه دي بتاعت راجل محترم اسمه محمد بيجوزها عندنا، دي المره التانيه ان يجوزها عندنا، المره الاولى شالت وكانت جايبه 7 جراوي. تمام، من فزاع، المره دي جابها يجوزها تاني اهو. تمام، تكرار بيجوز تاني. وطبعا الراجل لما بيجي يجوز بيجوز يعني بالماده، مش بجراوي ولا حاجه زي كده، لان طبعا ده مش اعتمادنا خالص في المزرعه. الراجل جه جوز من عندنا هو، دي تاني مرة، المرة الأولى جوزها فزاع، وكمان إحنا كنا عارضين ولادها على اليوتيوب وطلعناهم وقلنا يا جماعة في جراوي روتويلر عيال فزاع واللي عايز منهم والكلام ده كله، كان الجراوي عند صاحب النتاية. النهاردة الراجل لما النتاية بتاعته حاضت جه جوزها للمرة التانية أهو، ربنا يبارك له فيها يا رب. تمام، وطبعا يصلح له حالها يعني. بس طبعا هو المشكله ان هو متخن النتايج جامد، النتايج تخينه طبعا جامد، ودي طبعا مشكله للخلفه والحاجات دي، بس يا رب ربنا يبارك له فيها يا رب. ادي يا جماعه النتايج اهي، بت النتايج اهي. تمام، وادي فزع اهو شابط فيها. تمام، ربنا يا رب يصلح له الحال ويبارك له فيه. دي تعتبر الجوازه الثالثه، لان هي عندنا بقى لها كذا يوم. تمام، واتجوزت جوازتين ودي الجوازه الثالثه اهي. مالك يا فزاع، بتنام ولا ايه؟ ولا ميعاده عدى خلاص؟ الساعة دلوقتي، الساعة كام دلوقتي يا سين؟ والله ما تعرف. دلوقتي يا جماعة الساعة تجيلها 11 اهي. بص كلبش واقف ايه؟ بص بص بص، خلي بالك يا ابو محمد، هو عارف ان احنا بنقول كلبش، خد بالك. بص بص الولا كلبش، كلبش، بص بص عامل ازاي، كلبش الولا كلبش. بصوا يا جماعه هنوريكم مشهد جامد خالص، بصوا بصوا واقف لي في النص ازاي اهو، شايفين الولا كلبش؟ بص بيهز دماغه ازاي الولا كلبش ده. انا عايز نقرب الكاميرا شويه اهو، الولا كلبش ده لو قلت له تعالى دلوقتي هيجي جري، هو بيموت في الجواز، يعرف اي حاجه فيها روح عايز يجري عليها تتجوز. بص انا مبعد الكاميرا خالص اهو، تتجوز، عايز تتجوز. اعمل الزمان. عايز تتجوز، انت قاعد كده ليه عامل لي فيها غفير في وسط العنبر؟ ولا تتجوز؟ طب تعالى اتجوز، تعالى اتجوز، تعال تعالى كلبش، تعالى كلبش، تعال تعالى كلبش اتجوز، تعال يلا تعال كلبش. خلاص هو لقى لقى ذكر دخل، بس كان في الاول جاي يجري يعمل ازاي. بص بس يا سيدي، تعالى كلبش، تعال تعال يلا كلبش، تعال 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 كلبش. بس يا جزمة انت وهي، خش جوه، خش يا بنت، تعال كلبش، كوك تعال كوك بابا، ده كوك ده بكار، كوك يا ده الله، والله غلطت في الاسم. بس يا بت، بس يا جول، غلطت في الاسم، بنقوله وبندلعه ده جاي كوك فعلا، كوك تعالى كوك. خد يا كوك، تعال خد، يلا امس خد. بس يا بت، بس يا بت، بص عيال ميلو، عيال ميل، بت ميلو، بت ميلو، صيعة صيعة، عايزة أي كلب تضربي فيه أنت، أنت يا بنت يا شفرة. بص هي اللي مسكت، مسكت النتاية الروت فرمتها. اه ده باب شفرة، باب 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 باب.
بس 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 يا ولا يا ولا ست يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا خلاص اهو السحليه دي مسكت النتايه الرط دي ضربتها السحليه دي ست يلا شفره تعال كم مش معايا انا تبع ياسين تبع ياسين ست ست تعال خلاص وبتعض بتعض ايوه اي كلب يخش يضرب هي واخوات نو بص يا فرق يا كلبش يا عيل بص المنادة على كوك يا كوك ولا كوك بص 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 خد ما تتكاش جامد ما تتكاش جامد كوك ايه ده كوك خد يا كوك يا كوك عايز ايه عايز ايه طيب هتوديني في ايه بس يا بنت بس خلاص يا كوك يا كوك يا كوك يا كوك يا كوك انت بتعمل كده ليه انت بتعمل كده ليه يالا ولا ايه ده انت ايه ده انت بتعمل كده ليه ولا كوك ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ولا كوك خد ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ولا كوك تعال تعال كوك بص بس اديني ايدك تمشي معاه كوك خد اديني ايدك يا سيدي كوك خد يا كوك بص 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 بس بيشدوا بيشدوا بص قول له سيب بقى قول له سيب نمسك جام يا كوك تعال انت صاحبي خد يا كوك كوك كوك